بالألحان والترانيم الكنسية التي ارتبطت بعيد ميلاد السيد المسيح، شهدت الكنيسة الكاثوليكية فرحة من جموع المصلين المحتفلين بأعياد الميلاد. هي السنة دي مختلفة في كل حاجة بصراحة، يعني احنا من أول سنة 2020 طبعا احنا أغلبية المناسبات للأسف مش عارفين نحس بيها، يعني زي ما احنا كنا بنحس بيها قبل كده في السنين اللي فاتت. صدقني يعني جائحة كورونا مأثرة على الدنيا كلها ومأثرة على العالم كله، لكن وقت الألم برضو نحاول ننقل الفرح والمحبة والسلام للآخرين حتى وسط الألم. أتمنى الناس كلها أنه السنة دي تعدي يعني ونخلص من الوباء الوحش ده، تبقى السنة 2021 تبقى حلوة. وشهدت الكنيسة إجراءات احترازية وتباعد بين المصلين بالإضافة إلى الحجز المسبق سواء بالهاتف أو الدعوات الإمكانية حضور الصلوات بسبب تقليل عدد المصلين. الكنيسة طبعا إدارة الكنيسة هي اللي عقمت الكنيسة من جوه من الداخل، هم اللي نظموا موضوع أن يبقى التباعد قد إيه بين الناس. احنا بنحاول بقى نحافظ على الكلام ده، بنحاول نحافظ ان الناس تبقى هي كلها كله لابس كمامه، محدش يقلعها، التباعد بين الناس يكون مظبوط على قد ما نقدر. بنحاول على قد ما نقدر الناس ما تحتكش ببعض جوه، ما يبقاش فيها رجاله عشان طبعا الظروف اللي احنا فيها. وتحتفل الطائفه الكاثوليكيه التي تعد ثاني اكبر طائفه في مصر باعياد الميلاد في 25 من ديسمبر من كل عام وسط مظاهر البهجة والاحتفال. وسط طقوس كنسية مفرحة يحتفل الأقباط الكاثوليك بأعياد الميلاد المجيد، احتفال يأتي وسط ظروف استثنائية فرضتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تقليل عدد المصلين بنحو 25%. محمد نشأت الغد، القاهرة.